اعرف بلادك أولا، شعار اليوم الوطني للسياحة الذي كان بمثابة مناسبة للإعلان عن ميلاد الجمعية الوطنية للإعلاميين المتخصصين في السياحة قصد المساهمة في التنمية السياحية. الهدف الأسمى للجمعية هو تكوين صحفيين في مجال الإعلام السياحي. أما السياق الذي أتت فيه الجمعية، نشوفوا أن الجزائر تسخر بإمكانيات سياحية هائلة، لكن كل بلدان حوض الأبيض المتوسط، البلدان المعروفة في المجال السياحي، التقدم تاعها كان بالتنسيق مع صحافة مختصة في هذا الإطار. احنا قلنا لازم تكون عندنا صحافة مختصة في الإعلام السياحي لإعطاء نقد بناء في هذا المجال. المدرسة العليا للفندقة والإطعام بالجزائر افتتحت أبوابها للشباب نوفمبر 2014، تعتبر فضاءً خصباً من أجل خلق قاعدة تكوينية لها رؤية بعيدة المدى، خاصة وأن الجزائر لها مقومات طبيعية ما يؤهلها لأن تكون وجهة سياحية بامتياز. Le but de l'école c'est bien simple, nous allons préparer des jeunes étudiants pour qu'ils soient des futurs cadres dans l'hôtellerie en Algérie bien entendu. Pour l'Algérie. Il y a quand même 20 000 chambres qui sont en construction en Algérie. Il faut avoir maintenant, de nos jours, des gens qui ont une bonne préparation et qui savent gérer tous les problèmes d'aujourd'hui dans la gestion d'une entreprise. تطوير القطاع السياحي بالجزائر قد يكون له الأثر على الاقتصاد الوطني في وقت أصبحت الحاجة ملحة لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً. النهوض بقطاع السياحة خيار لا بديل عنه من أجل الاستغلال العقلاني للمقومات الطبيعية وبالتالي دعم السياحة الداخلية.